السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير صباح النور. ها هي الدكاكة وصلت بحفظ الله ورعايته. الآن الأسود قادم لا نقاش، الأسود إن شاء الله بيجي. وهذا الأخ أبو عمار مشرف المشروع وعلى قدم من وساق عمل ليل ونهار. هذا هو الجندي المجهول، هذا هو الجندي المجهول. أبو عمار سلام الله عليكم. الحلم أصبح حقيقة الآن، ما بعد هذه إلا إيش؟ الأسود. ما شاء الله ما شاء الله يا مهندس تعال. طبعا الحلم أصبح الآن حقيقة. ممكن تعرفني عن اسمك أول شيء؟ المهندس عبد الرحيم فرحان. حياكم الله. ما مهمة هذه الآن؟ هذه أعمال الدك. خلاص بعدها ايش؟ الاسود. الاسود ان شاء الله. ان شاء الله. طيب هل من كلمه تقولها اليوم بمناسبه وصول الدكاكه للتجار للمواطنين يعني أنا؟ والله نقول لهم يعني اعمال الخير لا زالت مفتوحه، واعمالهم لحد الان يعني وصلوا الى انجزوا مرحله يعني 70% من الاعمال. صحيح نعم. اعمال الشق والتسويه والتعبيد. ونقول لهم بارك الله فيكم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا مهندس لو سمحت، يا مهندس لو سمحت، ما هذا وأين نحن؟ الآن نحن في الزيرو في بداية المشروع. في الزيرو أول عبارة بدأنا بأعمال نجارة، والآن بننفذ أعمال الحديد الحدادة، وإن شاء الله الصباع تكون معنا السبت إن شاء الله. يوم السبت؟ السبت الصباع. وهنا معاكم برضه، سنأتي إليكم. شو معي يتم صب الله بوجود الجميع إن شاء الله. أكيد كلنا يوم السبت بنجي إن شاء الله. جلها نعم محمد نزل فوق الحديد. تفضل. يا رب اعمل تربيه الحديد. تمام معلوم. ايوه يبدو العمل جبار. تمام يعني الان كويس صراحه. هذا الحين عاد معنا طبقه فوقه علوي. فوق هذا على ارتفاع نفس الطبقه هذه. ارتفاع كم؟ ارتفاع 20 سم. هذه الفاصل ما بين الفرش والغطاء السفلي. اذا عمل اذا ان شاء الله العمل طيب. ان شاء الله طيب. ان شاء الله ان شاء الله يكون طيب. ما شاء الله تبارك الله. حياك الله. وين جاء نحن الان بزيرو. والزيرو هناك. هناك الاسود، والاسود الاخير ان شاء الله حمص مطلق شيشة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة أيها الأحبة، ها نحن جوار كرسي العيزري، وقربت يعني أو تنصفت على الآن نسحب هذا المواد إلى مكان التعريض إلى مكان الطين نحو حبر والعمور إن شاء الله على قدم وساق. ولله الحمد. بسم الله أيها السيدات والسادة، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. هنا الجمهورية اليمنية ذمار وصاب العالي بخلاف القائمة عجلة جبل مطحن. عجلة جبل مطحن ها هو العمل بوتيرة عالية وعلى قدم وساق. ولله الحمد. والأسود قادم إن شاء الله قادم، وهو الإزبيت هو الإزبيت ان شاء الله ان شاء الله. ايها الاخوه ايها الاحبه ايها الشباب ايها الناس ايها المصدقون ايها المحسنون ايها الشرفاء ايها الابطال، يا ابناء اليمن يا ابناء ذمار يا ابناء مخلف القائمه اسعدوا افرحوا. زغر اليوم والله يحق لكم تزغردوا. اليوم يوم الزغرده.
عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الآن الرون أصبح جاهز ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. عبد الحسين ما رأيك بالرون؟ ما رأيك؟ رائع جدا ما شاء الله. فوق اليوم خميس يا اخي الكريم، ماذا نقول للتجار؟ المواطن قدم، شوف المواطن جاب الازيد، ازيد ما قدم المواطن. اي والله صحيح، برق، حيتان، اودان، دكاكين، في سبيل الله. السيدات والسادة، اسعد الله مساكم بالخير والعافية والمحبة. ها نحن في المدرة، تحت المدرة، تحت المدرسة، جنب الشباب، جنب الازرق، جنب المبروكة، وامور طيبة ان شاء الله. التوسعة لا تزال، وبارك الله لعلي شهير. علي سعير قدم، بارك الله له في حاله وماله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بالخير والعافية. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن جوار بيت العباسي، والتبة هذه روحت خلاص، الآن قبل الإزفلت تصريح، الآن قبل الإزفلت تشيل القشرة أو مخلفات البكلين، وبعدها الأسود والدكاكة وصلت. أسعد الله صباحكم بالخير أيها الناس حيثما كنتم وأينما تكونوا. هذه الجمهورية اليمنية، هنا الجمهورية اليمنية، هنا مخلاف القائمة، هنا شارع المنصور، ووادي المهركل. هو وادي المهركل. ورحمة الله وبركاته، أسعد الله بالخير صباحكم أيها الناس. السلام عليكم. صباح الخير يا عبد الله علي. صباح الخير. لا انا قدم. سلام من الله عليكم ورحمه وبركاته. اعزائي المشاهدين، ايها الناس، ايها الشباب،
ايوه المصدقون. الاخضر وصل، الاخضر وصل. ايوه اليوم خميس. ايوه دوس. ايوه ايوه هذه حميده. زحمه زحمه زحمه. امور طيبه وعمل طيب. هذا المقبقبه وجبال، والله جبال. السلام الله عليكم ورحمه وبركاته. صباح الخير. هذه العبارة ايش اسمها؟ العبارة رقم ثلاثه. رقم ثلاثه. طيب الحين باقي لها كم هذا حتى تنتهي؟ كم شرب؟ كم طوف؟ الارتفاع حقها باقي. ايوه باقي معك اربع رصات. اربع رصات ما شاء الله. اطلع ورد. اعانكم الله، اعانكم الله، خير وبركه. السلام عليكم اخي الكريم. وعليكم السلام ورحمه الله. ما نعمل الان؟ ماذا نعمل؟ هذه الجبل هذا خليناه على اساس يستخدم لنا مواد الردي. ايوه نرتم منها القطر. طيب معنا مواد صابونيه ما بتستطيع السيارات تعبر من اثناء المطر. طيب الردم هذا في المكان؟ هذا الردم هذه موجود في المقدم الجبل هذا. اي معلوم. منها حفر حلش كامل. طيب قالوا جات لكم اليوم دكاكه، صحيح؟ دكاكه موجوده في بدايه المشروع. ايوه منتظره للرد من الردم والدركتور اللي مسح لها المواد، وبعد ان شاء الله بعد الدك. يعني عندك بعد الاسود ان شاء الله؟ ان شاء الله. ما شاء الله. طيب توضيحا اكثر للمشاهد الكريم. هذا بخلاف الجبجب الان. ايوه. وهناك بخلاف القائمه. ايوه هذا بخلاف القائمه. ايوه. حدثنا اكثر عن العمل اليوم كامل. ان شاء الله نحدثك فوق لما نصير عند الردم وتصفيه الاعمال. كويس بارك الله فيك. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اسعد الله صباحكم بالخير ايها الناس. هذا البابور وهذا الشيول. حسب ما قال الان المهندس الكبير بنسحب هذا كله الى هناك. الى هناك من اجل الدكاكه تعمل باريحيه تامه. حطامي. يا حطامي، هذا هو الحطامي. نعم سوق البابور. ما دام الدكاكه موجوده خلاص. ما دام الدكاكه ما بعدها الا الاسود. والاسود